أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات تحياتي معكم مشيرة الكردي وأولى حلقات مادة الصحة الغذائية للصف الثاني الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا بيهم كل المدارس الفندقيه لان احنا اتكلمنا في الترم الاولاني وقلنا الماده دي من اهميتها انها مقرره على كل المدارس الفندقيه سواء المحوله او نظام الثلاث او الخمس سنوات، النهارده هنتكلم على موضوع important او مهم جدا بيهم كل افراد المجتمع بيهم طلاب المدارس الفندقيه وهو موضوع العناصر الغذائيه، يعني ايه العناصر الغذائيه وايه هي؟ الوجبه الغذائيه المتكامله المفروض اكون على درايه بيها وايه هي مكوناتها وايه فائدتها للجسم ولو ما اكلتش حاجه معينه هل بتضر الجسم؟ هل بتاثر عليا؟ طيب. النهارده هنتكلم على اول حاجه في العناصر الغذائيه قلنا عناصر توليد الطاقه. عناصر توليد الطاقه عندنا اللي هي المواد الكربوهيدراتيه او الكربوهيدرات. الكربوهيدرات دي هي عباره عن حاجتين اتنين قلنا سكريات ونشويات. يعني ايه سكريات السكريات دي اي حاجه فيها نسبه سكر يعني السكر اللي احنا السكر الابيض العادي العسل الاسود المربى السكر العادي اللي احنا بنستخدمه السكر البني اي حاجه فيها سكريات فهي دي من ضمن الكربوهيدرات تاني حاجة عندنا من ضمن الكربوهيدرات برضو أو الكربوهيدرات هي النشويات أي حاجة فيها نشا بطاطس بطاطا النشا ذات نفسها فكل ده اسمها عناصر توليد ال حرارة او الطاقه الحراريه اللي هي اول حاجه الكربوهيدرات او الكربوهيدرات تاني عنصر من عناصر توليد الطاقه وهي الدهون وعندي نوعين من الدهون اول حاجه في حاجه اسمها دهون مشبعه ودهون غير مشبعه يعني ايه دهون مشبعه يعني اللي بلاقيها جامده في درجه حراره الغرفه يعني ايه جامده في درجه حراره الغرفه يعني انا لو جبت سمنه وحطيتها في درجه حراره الغرفه الاقيها متجمد بعكس زيوت الزيوت دي سايله في درجه حراره الغرفه يعني دهون غير مشبعه يبقى انا عندي حاجتين اتنين من الدهون، دهون مشبعه ودهون غير مشبعه، الدهون المشبعه هي عباره عن اصلها حيواني يعني جامده في درجه حراره الغرفه زي السمنه الزبده القشطه، والدهون غير المشبعه اللي هي سايله في درجه حراره الغرفه اللي هي زي الزيوت، طب والزيوت دي يعني ايه زيوت؟ الزيوت زيت زي عباد الشمس اللي احنا بنقلي بيه، زيت الذره اللي احنا بنحطه على الاكل، زيت الحار اللي هو زيت الكتان وبذره الكتان، يبقى احنا قلنا العناصر الغذائيه هي اول حاجه عنصر توليد الطاقه الحراريه. تاني حاجه عندي من العناصر الغذائيه وهو عنصر النمو. يعني ايه عنصر النمو؟ عنصر النمو ده اللي هو البروتين او البروتينات. البروتينات دي بلاقيها في اكلي في ايه؟ عندي نوعين اتنين من البروتينات وهو البروتين النباتي والبروتين الحيواني. يعني ايه البروتين النباتي؟ البروتين النباتي ده يعني اصله نبات. يعني ايه زي العدس اللوبيا الفاصوليا البقوليات بانواعها اما البروتين الحيواني ده اللي هو البروتين اللي انا بتغذى عليه اصله حيواني زي اللحوم زي الطيور زي الاسماك اي حاجه اصلها حيواني زي الالبان زي البيض يبقى احنا إيه خدنا حاجتين اتنين دلوقتي من العناصر الغذائيه قلنا اول حاجه عناصر توليد الطاقه وتاني حاجه عنصر النمو وبناء الانسجه ثالث حاجة عندي عناصر تنظيم العمليات الحيوية والوقاية من الأمراض بما انها اسمها الوقايه من الامراض يبقى ليها اهميه جامده جدا عندى فى الوقايه من الامراض وبما ان احنا دلوقتى بنواجه الجائحه اللي هي فيروس كورونا يبقى احنا عايزين مناعه يبقى احنا عايزين نقي نفسنا من الامراض يبقى احنا نركز على الفيتامينز اللي احنا عايزينها زي ايه زي قلنا قبل كده ان في عناصر او اكلات بتساعد على زياده المناعه وقلنا زي الثوم زي الزنجبيل زي الحاجات دي كلها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده عناصر تنظيم العمليات الحيويه والوقايه من الامراض عندي نوعين حاجتين اتنين زي الفيتامينز والاملاح المعدنيه الفيتامينز دي او الفيتامينات عندي مجموعه من الفيتامينات كتير جدا اللي هي قبل للذوبان في الميه وقبل للذوبان في الدهون وهنتكلم بعد كده عليها باستفاضه الاملاح المعدنيه يعني ايه الاملاح المعدنيه اشهر حاجه من الاملاح المعدنيه اللي هو ملح الطعام اللي هو ان ال اللي هو كلوريد الصوديوم عندي كمان زي الكالسيوم زي الفسفور زي المغنيسيوم كل دي املاح معدنيه بنحتاجها للوقايه من الامراض بعد كده عندي الميه والميه هو لازم في الوجبه الغذائيه المتكامله عندي الميه دي حاجه مهمه جدا ايوه طبعا حاجه مهمه جدا طب بحصل عليها من ايه اي خضار انا باكله اي فاكهه في نسبه

بيكون جواها المية فبالتالي أنا بحصل على المية أو المية اللي أنا بضيفها للأكل ذات نفسه اللي هي بتتبخر أو ب... سواء استخدمت قاعدة السلق سواء استخدمت قاعدة الطهي فيها التسبيك الحاجات دي كلها الستيمينج كل ده بلاقي فيه المية طب عندي الفليفرز أو الإضافات والتوابل هل التوابل دي ليها أهمية طبعا في الوجبة الغذائية إيه زي إيه زي مثلا الكركم والكاري والحاجات دي بنقول إن ليها أهمية في التهابات المفاصل بتقضي على التهابات المفاصل ايه كمان ايه الزعتر بيساعد على الجهاز التنفسي على التنفس كل حاجه بستخدمها في الغذاء ليها اهميه كبيره طيب السؤال يجي هنا يقول ايه يقول لك ايه هي العناصر الغذائيه المفروض تكون في الوجبه الغذائيه اقول له والله اول حاجه عناصر توليد الطاقه اللي هي ايه عباره عن ايه توليد الطاقه يعني بتدينا طاقه اللي هي زي ايه. أول حاجة الكربوهيدرات والدهون طيب ممكن يقولك في عنصر النمو آه عندنا عنصر النمو أكمل من عناصر النمو نقط ونقط إيه هو عنصر النمو هنقول البروتين البروتين سواء كان بروتين حيواني أو نباتي طيب ثالث حاجة ممكن يقولك إيه ايه عناصر الوقاية من الأمراض تنظيم العمليات الحيويه والوقايه من الامراض يعني زي عندي الاملاح المعدنيه والفيتامينز طيب يبقى انا دلوقتي عرفت اول سؤال ممكن يجي لي في الامتحان ايه هي العناصر الغذائيه ممكن يجي لك على صوره اكمل ممكن يجي لنا على صوره اختيار من متعدد فبالتالي اكون انا عارف ايه هي العناصر الغذائيه. اول موضوع النهارده هنتكلم عليه هو المواد الكربوهيدرات ايه هي المواد الكربوهيدراتيه دي او الكربوهيدرات احنا قلنا المواد الكربوهيدراتيه دي بتنقسم الى نشويات وسكريات طيب هي عباره عن ايه اصلا المواد الكربوهيدراتيه دي او الكربوهيدرات بنقول هي عباره عن اتحاد الكربون مع الاكسجين والهيدروجين يبقى لما يجي يقولك أكمل نقط هو عبارة عن اتحاد الكربون مع الهيدروجين والأكسجين أو إيه هو المصطلح العلمي اتحاد الكربون مع الهيدروجين والأكسجين هنقول هي المواد الكربوهيدرات طيب عندي صور للمواد الكربوهيدراتيه دي اكيد عندي اول حاجه المواد الكربوهيدراتيه دي بتوجد على هيئه واحد سكريات احاديه يعني ايه احاديه؟ مواد سكريات احاديه يعني حاجه مفرده يعني حاجه لوحدها هي بتتكون من جزيء واحد زي الجلوكوز والفركتوز يعني ايه الجلوكوز؟ انا اول مره اسمع الجلوكوز ده الجلوكوز ده هو ابسط انواع السكريات اي حاجه انا باكلها اي حاجه نشويه او اي حاجه بتدخل بقي بتتحول في النهايه الى جلوكوز الجلوكوز ده اللي بيديني الطاقه طيب بيديني الطاقه ازاي عشان كده لما بكون عندي عامل عمليه جراحيه ما بكون عندي هبوط اما اكون اروح المستشفى يقولوا بيعلقوا محلول جلوكوز الجلوكوز ده اللي هو بيديك الطاقه ده ابسط انواع السكريات بالتالي ما بيتجزقش بعديه وهو بيكون سكر احادي يبقى انا عندي السكريات الاحاديه اللي هي ايه سكر العنب او الفاكهه الفركتوز في فاكهه يبقى فركتوز والجلوكوز هو ابسط انواع السكريات كمان بيجو بيكون موجود ابسط انواع السكريات بتواجد في الدم وبيتاكسد في الجسم وبيكون موجود من ضمن السكريات بيخزن على هيئه جلايكوجين في الكبد ايه جلايكوجين ده انا اول مره اسمع جلايكوجين ده نوع من انواع السكريات بيخزن في الكبد ليه طب ايه وظيفته ان هو يخزن في الكبد عشان الانسان وهو صايم بيقعد فتره ما بياكلش فبالتالي هو عامل الجلايكوجين ده عامل زي البنزين بتاع العربيه، ايه البنزين بتاع العربيه ده؟ بيخزن في الكبد، ربنا عامله ان هو يخزن في الكبد. بعد ما اقعد فتره ما كلشي يقوم مسحوب من الكبد، يقوم مديني طاقه زي البنزين يشغلني شويه لغايه ما اوصل لمرحله معينه وهو بيخرج من الكبد بيسحب مع مجموعة من الدهون المحملة على الكبد أو المغطية الكبد فبالتالي الإنسان بعد شهر الصيام بتاع شهر رمضان يخرج فريش ويخرج إن هو بصحة جيدة لأن الكبد اتنظف من الدهون اللي حواليه وبقى مستعد وبقينا مستعدين نبتدي تاني يبقى قلنا السكريات او صور السكريات واحد احادي اللي هو الجلوكوز والفركتوز طيب عندي نوع تاني من انواع السكريات ايوه فعلا ايه هي ثنائيه ثنائيه يعني ايه يعني حاجتين اتنين طيب يبقى بيتكون السكريات الثنائيه من جزئين من السكريات الاحاديه واحنا قلنا الاحاديه اللي هي ايه الجلوكوز والفركتوز طيب عندي اول حاجه من ضمنها او زي السكروز سكروز ده يعني ايه يعني سكر قصب السكر تاني حاجة اللاكتوز لام تبقى لبن يبقى سكر ايه؟ سكر اللبن ثلاثة الملتوز يبقى سكر ايه؟ سكر الشعير يبقى أنا عندي نوعين اتنين خدناهم لغاية دلوقتي اللي هو السكريات الأحادية والسكريات الثنائية قلنا الأحادية زي ايه؟ برافو جلوكوز وفركتوز الثنائية زي ايه؟ قلنا السكروز واللاكتوز والمالتوز طيب عندي بعد كده في كربوهيدرات عديدة التسكر يعني ايه عديدة التسكر عديدة يعني ايه عديدة يعني بمفردها او احادية لا طب ثنائية لا عديدة يعني عدة عدة نقاط يعني ايه بتتكون من ثلاثة من سلاسل عديدة من الكربوهيدرات او من السكريات زي زي المواد السيلولوزية زي ايه كمان زي الجلايكوجين اللي احنا لسه متكلمين عليه وقلنا بيخزن في الكبد زي ايه زي النشا النشا اللي انا بدوبها في الميه دي وبستخدمها في الاكل زي ايه كمان ماده اسمها الديكسترين يبقى لما يجي في الامتحان ويقول لك ايه هي صور الكربوهيدرات هتقول له ثلاث حاجات اللي هي السكريات الاحاديه هتقول له السكريات الثنائيه هتقول له كربوهيدرات عديده التسكر وقلنا كل واحد احاديه يعني ايه؟ يعني بتتكون من حاجه واحده بس او جزيء واحد اللي هي ايه؟ الجلوكوز والفركتوز قلنا تاني حاجه الثنائيه يعني يعني بتتكون من جزيئين يعني زي زي السكروز اللي هو سكر قصب السكر زي الملتوز اللي هو سكر الشعير زي اللاكتوز اللي هو لام بتاع سكر اللبن واتكلمنا بعد كده على الكربوهيدرات عديده التسكر او الكربوهيدرات عديده التسكر يعني عديده يعني ايه عديده قلنا بتتكون من سلاسل من الكربوهيدرات او سلاسل من النشويات طيب او السكريات اللي هي زي زي النشا زي الديكسترين زي الجلايكوجين زي المواد السيلولوزيه بعد كده عندنا طيب الكربوهيدرات اللي انا باكلها دي ليها فايده ايوه طبعا ليها فايده اي حاجه بتدخل بقي او فمي يعني بالتالي بيكون ليها فايده طب ايه فايده الكربوهيدرات دي احنا قلنا اول حاجه ان العناصر الغذائيه اسمها ايه عناصر توليد الطاقه يبقى بالتالي هي المصدر الرئيسي للطاقه يعني بتديني طاقه طيب تاني حاجه عامل مضاد لتسمم الحلو يعني ايه عامل مضاد لتسمم الحلو هو ممكن يجي لي تسمم الحلو اه طبعا في حاجه اسمها الماده الحافظه ايه الماده الحافظه للحلوه دي اللي هي السكر مش انا بحط عليها سكر يبقى بالتالي فايدتها ان هي عامل مضاد لتسمم الحلوه. تالت حاجه بيعتمد عليها الجهاز العصبي اعتمادا كليا دي من ضمن فوائد الكربوهيدرات او الكربوهيدرات طيب ليها فوائد تاني طبعا مش احنا قلنا في جزء بيخزن في الكبد على هيئه جلايكوجين يبقى بالتالي الكربوهيدرات دي لها اهميه كويسه جدا في صحه الكبد ايه هي إيه, ايه هي اهميتها قلنا بيخزن جزء منها على هيئه جلايكوجين في الكبد وبعد كده ما يجي يتسحب الجلايكوجين او السكر اللي موجود في الكبد بيسحب معاه الدهون اللي موجوده في الكبد عشان الدهون دي بتعرقل حركه الكبد صح طيب يبقى انا عندي اهميتها انها بتحافظ على صحه الكبد كمان ما بتمنع تراكم الدهون على الكبد بتدخل في ماده اسمها الهيبارين ايه ماده الهيبارين دي الناس اللي بيجيلها لها الجلطات والحاجات دي بيروح يقول لك ايه اول ما يجيلك جلطه تروح المستشفى تاخد حقنه تدوب الجلطه ايه الحقنه اللي بتدوب الجلطه دي اسمها الهبارين الهبرين ده من ضمن الكربوهيدرات بيمنع تجلط الدم يبقى احنا قلنا كذا حاجه من ضمن فوائد الكربوهيدرات قلنا مضاد لتسمم الحلوى قلنا أهميته مواد مصدر غني جدا من الطاقة بيدينا طاقة بيدخل كمان في تكوين الأحماض النووية الموجودة في الخلية كمان الكربوهيدرات مفيده جدا 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 فيها الياف بتساعد على خروج الفضلات يعني بتمنع الامساك اللي موجود في الجسم يبقى احنا هيجي السؤال يقول لك ايه اذكر فوائد الكربوهيدرات هتقول فيها ماده الهيبارين هتقول بتحافظ على صحه الكبد هتقول بعد كده ان هي مصدر مهم للطاقه هتقول ان هي بتخزن على هيئه جليكوجين بيخزن في الكبد وبنسحبه في حاجه اليه طيب عندي الاحتياجات اليوميه للكربوهيدرات يعني ايه الاحتياجات اليوميه مش احنا قلنا قبل كده ان الفرد الطبيعي المفروض ياخد من الف ونص ل ونص سعر حراري وقلنا اتكلمنا على السعرات الحراريه دي وقلنا الكالوريز دي او السعرات الحراريه دي كلها اي حاجه بتدخل جوه الجسم بتقدر بالسعر الحراري وقلنا السعرات الحراريه ليه افريج او متوسط ان انا اشتغل فيه او اكله في اليوم عشان احافظ على تناسق جسمي عشان احافظ على صحتي ما تخنشي كل ده اتكلمنا عليه في الترم الاولاني لان الماده ريليتد ببعضها فبالتالي بنستعيد المعلومات من الترم الاولاني آه وقلنا اتكلمنا على السعرات الحراريه وقلنا من الف, من الف ونص ل ونص سعر حراري على حسب الجهد المبذول طيب قلنا كمان ان الكربوهيدرات دي احتياجات الفرد اليوميه فيها المفروض ما تقلش عن 60 في الميه من الكربوهيدرات اكلها واحنا قلنا ايه الكربوهيدرات اللي احنا قلنا الرز والنشويات والسكريات اللي اتكلمنا عليهم قبل كده. بعد كده عندنا هضم وامتصاص الكربوهيدرات في اول حاجه عندي في هضم وامتصاص الكربوهيدرات بيتم الهضم اول الحاجه الوحيده اللي بتهضم في الفم وانا بهضم الكربوهيدرات دي في الفم ايوه فعلا ازاي بهضمها في الفم؟ اول حاجه بهضم النشا او المواد النشويه والديكسترين اللي هي احنا قلنا دي سكريات عديده والملتوز اللي هو ايه سكريات ثنائيه بهضمه في الفم بواسطه ايه؟ انزيم اسمه انزيم الاميليز، ايه انزيم الاميليز ده؟ انزيم موجود في الفم بيعمل ايه؟ بيهضم المواد النشوية دي وبيوديها للبلعوم. طيب البلعوم يوديها فين؟ في المعدة. صح؟ طيب المعدة تتهضم ازاي بقى فيها؟ طيب هنهضم ازاي؟ المعدة ده وسط قلوي ولا حمضي؟ وسط حمضي ازاي؟ في حمض ايه في حمض اتش سي ال بيحول المواد النشويه اللي السو... هي السكريات الثنائيه السكريات الثنائيه دي هيحولها بايه اتش سي ال اللي هو حمض الهيدروكلوريك هيحولها لي سكريات احاديه ايه السكريات الاحاديه دي اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا الايه الجلوكوز خلاص طيب بعد كده عندي كمان بتهضم في الامعاء في الامعاء ايه اللي يحصل بقى تيجي السكريات الثنائيه تتحول بواسطه العصاره المعويه اللي هي موجوده في الامعاء بتتحول لايه سكريات احاديه قابله للامتصاص يبقى كله في النهايه يتحول لايه لسكريات احاديه ايه السكريات الاحاديه اللي هو الجلوكوز ماشي طيب بعد كده بعد ما بيتحول بواسطة العصارة المع... المعوية في الأمعاء هيحول السكريات الثنائية لسكريات أحادية تروح فين؟ تروح لحاجة اسمها الخملات، إيه الخملات دي؟ الأمعاء عندي كده لو بصينا للجهاز الهضمي يعني طيب دي اسمها الخملات الخملات دي منتشرة على الأمعاء بتبقى عاملة إيه زي السفنج كده الاسبونج تقوم ممتصية السكريات الثنائية وتقوم واخده الجلوكوز ده وموزعه هتوزعه فين هتوزعه في الدم هتوزعه للأنسجة هتوزعه للأوعية الدموية وبعد كده يروح يمشي سريان الدم كله ويديني الطاقه يبقى احنا لما نيجي نتكلم تاني يا شباب على هضم وامتصاص الكربوهيدرات قلنا الحاجه الوحيده اللي بيتم هضمها في الفم هي المواد النشويه او الكربوهيدرات ايه الكربوهيدرات دي اللي اتكلمنا عليها في صورها المختلفه قلنا المواد النشويه دي بتهضم بواسطه انزيم ايه هو الانزيم اللي بتهضم بيه انزيم الاميليز اما ادخل بقي المواد النشوية سواء كان نشا رز مكرونه اي حاجه عسل سكريات اي حاجه يبتدي الهضم من الفم بعد كده الانزيم ده يهضمها ويوديها للبلعوم ومن البلعوم للمعده يبتدي الهضم الفعلي في المعده وبنقول بيحول السكريات الثنائيه سواء كانت اللي هي الملتوز سواء كان السكروز سواء كان سكر اللبن المواد النشوية اللي هي السكريات الثنائية يحولها إلى أحادية إيه هو اللي احنا قلنا الأحادية اللي هو الجلوكوز والفركتوز ماشي أوكي طيب بعد كده تروح الأمعاء ومن الأمعاء بواسطة العصارة المعوية يحول الثنائي إلى أحادي قابل الامتصاص يعني إيه قابل الامتصاص خلاص بقى هيمتص يروح فين يروح على حاجة اسمها الخملات إيه الخملات دي بتكون على جدار الامعاء بتبقى عامله زي السبونج اللي هي الاسفنجة تمتصها وبعد كده توديها في صوره الدم توديها سكر الدم بقى ينتشر يمشي مع سريان الدم توديها للانسجه توديها للاوعيه الدمويه توديها للقلب كل حاجه بتشتغل بيه الجلوكوز اللي هي الاحاديه القابله للامتصاص بعد كده عندنا ال... طيب الكربوهيدرات دي مش احنا قلنا عبارة عن سعرات حرارية طيب هو الكربوهيدرات دي الجرام الواحد من المواد النشوية اللي انا باكلها دي عبارة عن يديني كم سعرة حراري يدي لك اربعة سعرة حراري يبقى بالتالي هيجي لك سؤال في الامتحان الجرام الواحد من الكربوهيدرات يساوي نقط اكمل يدينا اربعة سعر حراري طب وايه هو السعر الحراري ده السعر الحراري هيجيلك هو عبارة عن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة جرام واحد من المية درجة واحدة مئوية يبقى بالتالي اما يجي لك يقول لك عرف المصطلح اللي هو السعر الحراري هو عبارة عن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة جرام واحد من المية درجة واحدة مئوية يهجي لك في صورة مصطلح علمي يهجي لك في صورة اكمل يهجي لك في صورة اختار ما بين القوسين بعد كده اتكلمنا على البروتين وقلنا البروتين ده هو عبارة عن ايه عنصر النمو برافو يا شباب قلنا اول حاجه يعني ايه بروتين دي عباره عن كلمه لاتينيه معناها ذات الاهميه الاولى في الغذاء دايما البروتين نقول عليه الاهميه الاولى في الغذاء بيدخل كمان في معظم الوظائف الفسيولوجيه في الجسم الوظائف الفسيولوجيه يعني الوظائف اللي انا جسمي بيعمل يعني يعني الكلى تشتغل يعني البق المعده تشتغل الجهاز الهضمي يشتغل دي اسمها الوظائف الفسيولوجيه كل جهاز يشتغل على الوظيفه بتاعته كمان بنقول عباره عن هو الماده الصلبه الاساسيه المكونه لبروتوبلازم الخليه سواء كانت الخلايا النباتيه او خليه حيوانيه يعني ايه خليه نباتيه او خليه حيوانيه يعني الخليه بتاعتي انا خليه حيوانيه انما في خلايا النبات برضو بيشتغل عليها اللي هو البروتين بيدخل في تركيب جميع انواع خلايا الجسم زي السائل اللمفاوي زي الهرمونات زي الدم زي الانزيمات كل ده وظائف البروتين تركيب البروتين ايه هو تركيب البروتين البروتين ده مهم جدا واتكلمنا عليه وقلنا هو ده المادة الاولانية او المادة ذات الاهمية الاولى في الغذاء وقلنا بيحافظ على الوظائف الفسيولوجية بتاعة الجسم طيب امال تركيبه يعني ايه يعني هو بيتركب من ايه اصلا يعني بيتركب من مواد نيتروجينية معقدة التركيب بنقول بيتكون من احماض امينية بيدخل في تركيبها ست حاجات ما نيجي نقول كربون هيدروجين او ايدروجين اكسجين بعد كده نيتروجين والكبريت والفسفور يبقى كربون كبريت فسفور هيدروجين نيتروجين اكسجين خلاص ماشي بعد كده عندي البروتين دي او البروتينات بتنقسم لحاجتين اتنين احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه. يعني ايه احماض امينيه اساسيه يعني دي اساسيه في جسمي اساسيه في جسمي يعني ايه يعني جسمي ما بيخلقهاش امال بيعمل ايه باخدها من مصادر خارجيه زي الاكل اللي هو الغذاء اللي بحصل عليه عن طريق الغذاء زي اللحوم زي الطيور زي السمك زي الالبان الحاجات اللي انا بحصل عليها خارجيه يعني دي احماض امينيه اساسيه امال ايه التانية احماض امينيه غير اساسيه يعني الجسم بيستطيع ان هو يكونها داخله طيب عندى فى احتياجات يوميه للبروتين دى ايوه طبعا ايه احتياجاتى اليوميه الرضيع بيحتاج ل 9 جرام لكل كيلو جرام من وزنه يعني ايه هو الرضيع بينزل كام كيلو احنا اتكلمنا عليها يا شباب في الترم الاولاني قلنا الرضيع بينزل من 2.5 ونص ل 3 يبقى عايز قد ايه يبقى عايز 9 في 3 كي... 9 جرام في 3 كيلو المفروض يبقى عايز 27 جرام من وزنه بروتين بيحصل عليه عن ايه عن طريق لبن الام اللي احنا اتكلمنا عليه وكل ما السن بيتقدم كل ما بتنخفض الاحتياجات اليوميه من جسمه والافريج بتاعي او المتوسط عندي من 8 ل 15% من السعرات الحراريه الكالوريز اللي انا باخدها اللي احنا قلنا من 1000 ونص ل 2000 ونص تبع الطاقه الجسميه او الجهد المبذول وحسب الفرد والحاله الصحيه يبقى لما يجي يقول لك البروتين المفروض احتياجاتي اليوميه منه كام قلنا من 8 ل 15 ده في العادي امال الرضيع يحصل على كام 9 جرام لكل كيلو جرام من طيب احنا لسه متكلمين على الكربوهيدرات قلنا ما تقلش عن 60% برافو يا شباب بعد كده فوائد البروتين احنا اتكلمنا على فوائد الكربوهيدرات وبعد كده هنتكلم على فوائد البروتين اول حاجه مش احنا قلنا ان البروتين دي بتتكون من احماض امينيه اساسيه واحماض امينيه غير اساسيه برافو امال قلنا الامينيه الاساسيه دي اللي بيحصل عليها عن طريق الغذاء برافو يبقى بالتالي بتمدل البروتين ده بيمد الجسم بالاحماض الامينيه الاساسيه برافو يا شباب بعد كده قلنا بيساعد في نمو الجسم. ده من ضمن لان احنا قلنا اسمه اسمه عنصر النمو يبقى من فوائده انه هيساعد في نمو الجسم برافو بعد كده ضروري في تكوين الهرمونات اللي هي موجوده في الجسم كمان بنقول ان هو بيمد الجسم بيه النيتروجين والكبريت وبيمدوا بايه كمان بيمدوا بحاجات كتير مش احنا قلنا ان هي عباره عن مواد مركبات نيتروجينيه معقده بتتكون من الكبريت والفسفور وال... والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين كل ده بيمد الجسم بيه كمان بيساعد في ايه بيساعد في العمليات الجراحيه بالتئام الجروح كمان بنقول ان هو مصدر من مصادر الطاقه في حاله غياب الكربوهيدرات عندي اول حاجه هضمه اي حاجه انا باخدها باخدها من ت... من كذا جانب اول حاجه اخد العنصر الغذائي اخد ايه هو العنصر الغذائي اخد فوائد العنصر الغذائي اخد احتياجاتي اليوميه عشان اعرف انا هاكل قد ايه المفروض الوجبه اللي انا باكلها دي تحت بحتاج منها قد ايه يعني لما اخد وجبه غذائيه يبقى انا عارف البروتين ده المفروض هحتاج منه من, خمس... من خمسة من 5 ل 18% في المية. الكربوهيدرات ما تقلش الوجبه عن 60% في المية. امال بعد كده ابتدي اشوف كمان ازاي بيتهضم قلنا الكربوهيدرات بتتهضم فين في الفم برافو تاني حاجه عندي البروتين بيتم الهضم في المعده احنا قلنا قبل كده يا شباب لسه قايلين قلنا المعده ده وسط قلوي ولا حمضي حمضي صح برافو بيهضم ايه في ايه في حمض الهيدروكلوريك بيحول ايه قلنا في الكربوهيدرات بيحول الثنائي لاحادي الكربوهيدرات الثنائيه بيحولها لوقاعد امال البروتين هيعمل ايه هيعمل وسط حمضي برده حمض الهيدروكلوريك هيحول البروتين لاحماض امينيه بسيطه عشان تتهضم يبقى تاني، يبقى بيبتدي هضم البروتين في المعده وقلنا المعده ده وسط حمضي بواسطه حمض الهيدروكلوريك اللي موجود في المعده هيحول البروتين لاحماض امينيه بسيطه سهله الهضم بعد كده بعد ما هتروح للمعده هتروح بعد كده تبتدي للأمعاء ويقوم ويقوم وتقوم الامعاء بتحليلها الى احماض امينيه بسيطه وانتشارها في الجسم عن طريق جدران الامعاء وبعد كده زي ما اتكلمنا قبل كده ان الاوعيه الدمويه والكبد والانسجه والدم تمشي في سريانها الطبيعي وتشتغل على بناء وتجديد الخلايا يبقى احنا اتكلمنا يا شباب كده لغاية دلوقتي عن الكربوهيدرات واتكلمنا على صور الكربوهيدرات واتكلمنا على اللي هي الأحادية والثنائية وعديدة التسكر واتكلمنا على فوائد الكربوهيدرات واتكلمنا على الاحتياجات اليومية وقلنا ما تقلش عن 60% واتكلمنا على هضم الكربوهيدرات وقلنا بيبتدي الهضم منين يا شباب برافو بيبتدي الهضم من الفم وبعد كده في المعده وبعد كده تروح للأمعاء بعد كده اتكلمنا على البروتينات وقلنا البروتينات دي حاجه مهمه جدا وإن اسمها باللاتيني ذات الأهميه الأولي وقلنا هي وقلنا بعد كده فوائد البروتين وقلنا احتياجاتي اليوميه منه واتكلمنا على الهضم بنقول بيبتدي في المعدة بعد كده النهاردة هنتكلم على المواد الدهنية الدهون دي احنا قلنا اسمها ايه مش قلنا عناصر توليد الطاقة الحرارية حاجتين اتنين برافو كربوهيدرات والدهون برافو اتكلمنا عن الكربوهيدرات وهضمها هنتكلم بقى على الدهون عندي نوعين من انواع الدهون الدهون المشبعه والدهون غير المشبعه يعني ايه مشبعه يعني اصلها حيواني يعني ايه اصلها حيواني اللي احنا لسه متكلمين عليها زي الزبده زي القشطه زي اللبن زي صفار البيض دي كلها من ضمن الدهون بعد كده دهون غير مشبعه اللي هي سايله في درجه حراره الغرفه ايه اللي هي سايله في درجه حراره الغرفه الزيوت زي ايه زيت بذره القطن زيت الكتان زيوت زيت الذره الزيت الحار كل دي من انواع الزيوت طيب بعد كده بعد كده مصادر الدهون قلنا المصادر الحيوانيه اللي هي الشحوم زي الزبده زي القشطه زي صفار البيض زي اللبن زي الحاجات اللي اتكلمنا عليها. طيب بيقول لك الزيوت المهدرجه دي هي عباره عن زيوت مجمدة هي عباره عن زيوت نباتيه بنحط لها عباره عن بعض الشحوم عشان تديها القوام المتجمد ده او القوام الصلب وليس السائل طيب. بيبتدي الهضم منين يا شباب بتاع الدهون احنا قلنا اول حاجه الكربوهيدرات بتبتدي منين من الفم البروتين يبتدي منين من المعده الدهون بقى هتبتدي من الاثنى عشر الهضم بتاعها وبيتحول فيها المستحلب دهني وبتصب عليه العصاره الصفراويه اللي موجوده في الاثنى عشر وبنقول كمان بيتم الهضم في الامعاء وبتتحول الى احماض دهنيه وجليسرين سهله الامتصاص وبعد كده بتروح مع الدوره الدمويه للدم للكبد للانسجه اللي احنا شغالين فيها طيب هيجي لك بعد كده السؤال ده في صوره المصطلح العلمي هو العضو الرئيسي اللي بينظم عمليه التمثيل الغذائي للدهون في الجسم هنقول هو الكبد يبقى الكبد ده وظيفته مهمه جدا ده عنصر اساسي ورئيسي بينظم عمليه الميتابوليزم او التمثيل الغذائي للدهون في الجسم، كمان الدهون دي بتتحول لمركبات ايه؟ مركبات اسمها مركبات كيتونيه يتم احتراقها في انسجه الجسم عشان تولدلي الطاقه وتكون حاجه اسمها الفيسفولايبيدات اللي بتمنع ترسب الدهون على الكبد او في الكبد. طيب. عندي فوائد الدهون ايه فوائد الدهون دي زي ما قلنا فوائد الكربوهيدرات هنقول فوائد الدهون هنقول فوائد البروتين طيب فوائد الدهون دي الحاجه الوحيده اللي بتديني تسعة سعر حراري هي الدهون يبقى يبقى ليه يبقى اكيد هي بتخن يبقى بالتالي لازم احافظ جدا وانا الاشياء او استخدم طرق طهي متعدده عشان احافظ على جسمي واحافظ على سعراتي اللي داخله، اجي اكل كميات بسيطه من الدهون، استخدم كذا طريقه من طرق الطهي، احافظ جدا في الدهون، يبقى بالتالي هي مصدر رئيسي للطاقه بتديني كام سعر؟ تسعه سعر حلال، امال احنا قلنا الكربوهيدرات هتديني كام؟ برافو اربعه سعر، البروتين اربعه سعر، الحاجه الوحيده اللي تديك تسعه سعر هو الدهون. كمان بتخزن في الجسم بكميات لا حصر لها عشان كده لازم احافظ وانا بشتغل على الدهون او باكل حاجات فيها دهون ما ماكلش جنك فودز ماكلش فاست فود كتير عشان دي كلها دهون بتخزن في الكبد ودهون بتخزن في المعده ودهون تخزن في الجسم فبالتالي بتمنع او بتعرقل حركه الجسم بالتالي بتخن بالتالي بيبقى بتزود جسمي فبالتالي لازم احافظ جدا في الدهون. كمان بنقول من ضمن وظائف الدهون بتعمل كوسائد حفظ حول العظام والاعضاء الداخليه بتحميها من الردود يعني لما جت خبط في حاجه المفروض هي بتعمل على وسائد يعني مخدات كده ان هي بتحافظ على ال جسم من الردود او من الخبطات يعني كمان بتمد الدهون بالفيتامينز اللي هي فيتامينز قبل للذوبان في الدهون زي فيتامينات كي فيتامين ك و اي و دي و كمان طبقات الدهون دي بتعمل تحت الجلد بتحفظ حرارة الجسم وليونته وجمال تكوينه عشان كده الناس التخينة او الناس اللي عندها سمنة او الناس اللي عندها سمنة مفرطة المفروض جلدها بيبقى مشدود فما تعمل رجيم وتخس جلدها يكرمش ليه لان الدهون دي بتبقى طبقة تحت الجلد بتحافظ على ليونة الجسم ليونة الجلد وجمال تكوينه تشده فبالتالي ي... اما بالتالي اما بيخس شويه ب... الجلد يكرمش يقوم باين عليه مرحله العجز طب أ... اتغاضى عن ده او اتغاضى عن ده اشرب ميه كتير عشان تحافظ على لمعان الجسم بريقه تدي لمعان للبشره فبالتالي تشد الجلد زي ما كان تدي رطوبه وليونه للبشره طيب كمان بنقول ان الدهون دي عباره عن بتساعد على الشعور بالشبع ليه لان احنا قلنا مصدر من مصادر الطاقه بتدي كام سعر بتدي 9 سعر حراري كمان بنقول بتحسن طعم الغذاء وبتعمل على تليين العضلات وان هي بتحافظ على اللي هي عمليه الاخراج يعني ما يجيلكش امساك بعد كده عندنا الاحتياجات اليومية من الدهون الاحتياجات اليومية عندك من الدهون المفروض نسبة الدهون عندك في الطعام اليومي المفروض من 20 ل 30 في المية من مجموعة الكالوريز اللي أنا بأكلها في اليوم بنقول إن ممكن النسبة دي أو المتوسط ده والافرج ده اللي هو من 20 ل 30 في المية بيزداد في مرحلة الشتاء لأن دي بتشعر بالطاقة فبالتالي أنا عايز طاقة فبالتالي بأكل دهون كتير وممكن في الصيف اقلل شويه باستخدام طرق الطهي المختلفه اللي احنا اتكلمنا عليه يعني بدل ما بعمل بطاطس مقليه مثلا تاخد زيت كتير او في زيت غزير احطها في الفرن احط عليها شويه من الفليفرز او التوابل تضيع طعم الدهون يبقى احنا خدنا لغايه دلوقتي يا شباب الكربوهيدرات خدنا البروتين خدنا الدهون هنتكلم على الفيتامينز او الفيتامينات وقلنا الفيتامين زي هي عناصر تنظيم العمليات الحيويه والوقايه من الامراض في الجائحه اللي احنا فيها دي بيهمنا جدا 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 واغلب الناس بتسال ايه هي الحاجات اللي انا ممكن اكلها او ايه هي الفيتامينز اللي انا باكلها عشان تحفظ لي على المناعه واكل ايه إيه هل اكل حاجات عادية ولا اكل حاجات بتدي مناعة ولا اخد دواء تيبلز كده يعني اقراص ولا اعمل ايه؟ فمن ضمن الحاجات المهمة اللي انا لازم اكلها اركز عليها الفيتامينز، ايه هي الفيتامينات دي؟ الفيتامينات دي عبارة عن مجموعة من المواد العضوية بيحتاج اليها الجسم بكميات بسيطة ولكنها حيوية جدا وعامل مساعد في جميع العمليات الحيوية. ايه العمليات الحيويه زي نمو الخلايا زي تجديدها زي المحافظه على الصحه العام الفيتامينز دي ما تدينيش طاقه سعريه يعني اما كلها زي الفاكهه زي الخضار زي الحاجات اللي انا باكلها زيرو كالوريز ما عنديش ليها كالوريز معين او الكالوريز بتاعها بسيط جدا امال انا باكلها ليه؟ باكلها عشان تحميلي الجسم وتساعده على عمليات الاحتراق الغذاء للجسم، يعني ايه عمليات الاحتراق؟ يعني التمثيل الغذائي للاكل، يعني بتساعد في الميتابوليزم بتاع الجسم، ايوه بتساعد في الميتابوليزم بتاع الجسم، طيب. عندي الفيتامينز دي بتنقسم لحاجتين اتنين فيتامين قابل للذوبان في الدهون وفيتامين قابل للذوبان في الميه يعني ايه فيتامين قابل للذوبان في الدهون عندي مثلا حاجه اسمها فيتامينز كده الكي والاي e والدي والاي يعني ايه فيتامين ايه فيتامين ايه ده قلنا مثلا اللي هو بيكون موجود في الجزر يعني انا لو عملت طبق سلطه وحطيت فيه جزر المفروض اكله مع دهون ايوه ان انا احط على طبق السلطه نقطه زيت مثلا سواء زيت زيتون سواء زيت ذره عشان يبتدي هضم الجزر اللي انا باكله ده او ان انا استفيد بيه طب ثمره الجزر دي هاكلها لوحدها ليها أف... فايده لا توحي بالشعور بالامتلاء ولكن جسمك ما يستفيدش بيه يبقى بالتالي عند الفيتامينز القابل للذوبان في الدهون يبقى لازم يكون في كميه معينه من الدهون عشان يبتدي هضم الفيتامينز دي زي فيتامين a زي فيتامين دي زي فيتامين ه وكاف او كي وفيتامين قابل للذوبان في الميه اللي هو فيتامين ب وج اول فيتامينز عندي اللي هو فيتامين اي فيتامين اي ده بنقول بيوجد في الاطعمه الحيوانيه زي في صورته الحقيقية زي النباتات الخضراء والصفرة والحمراء والحاجات اللي بتحتوي على صبغات كاروتينية يعني ايه الكاروتينية؟ الكاروتينية دي الصبغات الكاروتينية دي يعني اللي هي صبغات لونها اورنج يعني زي زي الجزر لون فيه اورنج زي المانجا زي المشمش زي الحاجات اللي هي لونها اورنج دي اسمها الكاروتينيات ايه الكاروتينيات دي بتسمى ايضا ليها اسم تاني مولدات الفيتامين ايه المولدات الفيتامين ديه دى, إيه دي اللى وظيفتها انها بتهضم فى جدار الامعاء وتحول ليه فيتامين ايه الفيتامين ده بيخزن في الكبد وبينتقل عن طريق الدم مرتبط بالبروتينات طيب فيتامين ايه ده الاقيه في ايه الاقيه ليه مصادر حيوانيه وليه مصادر نباتيه المصادر الحيوانيه زي زيت كبد الحوت زي الكبده بتاعه الطيور زي والحيوانات زي القشطه زي صفار البيض زي السمنه زي الزبده ليه مصادر نباتيه طبعا ايه هي مصادره النباتيه زي الحاجات اللي احنا قلنا لونها اورنج زي ايه زي الفلفل الاصفر فلفل الاحمر البقدونس الملوخيه البطاطا المشمش المانجا كل دي اسمها الكاروتينيات اللي احنا قلنا عليها اللي هي المانجا والمشمش والحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها والجزر طيب من ضمن الاحتياجات اليوميه اللي انا عايز اكونها اكلها او اخدها في الوجبه طول اليوم عندي اول حاجه بيدينا الرجل البالغ المفروض ياخد 5000 وحده دوليه ايه الوحده الدوليه دي انا اول مره اسمع حاجه اسمها وحده دوليه انتوا كنتوا بتقولوا حاجه سعرات حراريه السعر الحراري اتكلمنا عليه قبل كده قلنا الوحده الدوليه دي عباره عن نص مايكرو جرام من الغذاء يبقى بالتالي اما اخد 5000 سعر وحد خمس 5000 وحده دوليه يبقى انا عايز 2500 مايكرو جرام من الفيتامين بتاع ايه المراه المفروض تاخد 4000 وحدة دولية بالتالي أقل من الرجل يعني 2000 مايكرو جرام الأطفال والمراهقين المفروض من 1000 ونص ل 3000 ونص وحدة دولية فيتامين إيه ده مهم في إيه؟ بيهمني جدا أول حاجة في النمو سواء كان النمو بتاع الفرد سواء نمو الخلايا حيويه الخلايا صيانتها كمان بنقول عامل كمان مهم جدا للعظام والاسنان فيتامين ايه مهم جدا للعظام والاسنان كمان بيعمل على عدم تساقط الشعر وجفاف الجلد يبقى احنا قلنا ثلاث حاجات من فيتامين ايه قلنا بيساعد في النمو قلنا بيساعد في العظام والاسنان نمو العظام والاسنان كمان بنقول ان هو بيمنع تساقط الشعر وجفافه وجفاف الجلد كمان اهم حاجة من ضمن فيتامين ايه بنقول ان هو بيساعد مهم جدا في عملية الابصار دايما الناس اللي عندها ضعف نظر يقول لك كل جزر الجزر بيقوي النظر فبالتالي فيتامين ايه مهم جدا في عمليه الابصار ونقصه بقى هنقول ان هو بيسبب مرض اسمه العشاء الليلي. كمان مقا... مهم جدا لمقاومه الامراض الخاصه بالجلد مش احنا قلنا بيحافظ على جف... عدم جفاف الجلد فبالتالي بيحافظ كمان بيقاوم الامراض الخاصه بالجلد والاغشيه المخاطيه للفم. طيب نقصه بقى الحاجات اللي احنا قلناها هنعمل عكسها. مش احنا قلنا مهم جدا للابصار فبالتالي لو انا ما يحصل ايه مرض اسمه العشاء الليلي ايه العشاء الليلي ده يبقى تيجي فتره بالليل بعد المغرب ان ضعف في الابصار فبالتالي ما بتقدرش تحدد الحاجات قوي فده اسمه مرض العشاء الليلي اتنين مش احنا قلنا بيحافظ على ليونه الجلد وعدم جفافه يبقى بالتالي نقصه هيعمل ايه هي هيبقى يعمل جفاف الجلد وخشونته مش احنا قلنا مهم جدا لبناء الاسنان والعظام طيب بالتالي ناقصه هيعمل ايه هيعمل تكلس في العظام والاسنان ويشوه مش قلنا مهم جدا في النمو ويبقى ناقصه بيعمل ايه بيعمل بطء في النمو وسقوط الشعر برافو بعد كده عندي فيتامين دي ايه فيتامين دي ده فيتامين دي ده مهم جدا 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 سواء كان للاطفال او للكبار مش احنا عندنا الاطفال الصغيرين بيقولوا عشان ما يجيلهمش تقوس او رجليهم توجعهم نقعاتهم في الاشعة فوق البنفسجية الصبح بعد الساعة تسعة من الساعة من الساعة سبعة ونص للساعة تسعة ياخدوا اشعة الشمس مهم جدا 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 فيتامين دي ده للعظام واغلب الشعب دلوقتي عنده نقص فيتامين دي فبالتالي هو عبارة عن اسمه فيتامين دي ده فيتامين مضاد للكساح ايه الكساح ده اللي هو ان انت ما تقدرش تمشي بيساعد على امتصاص الكالسيوم في الامعاء وبينظم تركيزه في الدم والانسجه وبيعمل على ترسب الكالسيوم في سواء كان في العظام او في الاسنان مصادره ايه بقى عندي مصادره مهمة جدا ايه هي المصادر عندي الاغذية الحيوانية زي الاسماك في المياه المالحة زي السلمون السردين الرنجة التونة كمان مصادره حيوانيه زي اللبن زي الجبنه زي القشطه زي الزبده زي اللحوم يبقى انا عندي فيتامين دي ده هو اللي بيساعد على العظام وبيعمل مضاد للكساح وبيساعد على العظام ان هي تكون قويه قلنا مصادره ايه مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه الحيوانيه زي ايه زي الاسماك في الميه المالحه لا زي السلمون السردين التونه الرنجه قلنا كمان عندك اللبن عندك الجبنه عندك القشطه. الزيوت النباتيه زي عندي حاجتين اتنين اللي هو زيت فول الصويا وزيت الفول السوداني. اهم حاجه ان انا بعرض جسمي لاشعه الشمس اللي هي اشعه الشمس فوق البنفسجيه بتحول ماده تحت الجلد الفيتامين دي نشط وبالتالي باخد احتياجاتي اليوميه منها. بالنسبه للاطفال و المراهقين والرضع دول بالتالي عايز لهم احتياجات يومية لازم ياخدوا فيتامين دي هياخدوا عن طريق ايه عن طريق الاكل اللي احنا قلنا ايه مصادر النباتية والحيوانية هياخدوا ايه هياخدوا اللي احنا قلنا عليه الاسماك واللبن والحاجات دي والنباتية زي زيت فول الصويا بنقول كمان ان بياخد كام ليه كام وحده دوليه اللي احنا قلنا عليها لسه الوحده الدوليه وقلنا بتساوي نص مايكروجرام الوحده الدوليه للاطفال والرضع والمراهقون 400 وحده دوليه بالنسبه للنساء والحوامل والمرضعات بيوصي لهم ب 600 وحده انما الاشخاص العاديين الرجال والنساء بيكتفوا بالتعريض لأشعة الشمس وإحنا قلنا الأشعة فوق البنفسجية اللي بتخلي الكالسيوم يمتص في الجسم بعد كده عندي الفيتامينز اللي بتذوب في الماء يبقى احنا خدنا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون قلنا خدنا فيتامين دي وخدنا فيتامين ايه بعد كده هنتكلم على الفيتامين القابل للذوبان في الميه وعندي فيتامين بي 1 اللي هو الثايمين بي 12 وفيتامين ج عندي بي 1 اللي هو الثايمين ده وظيفته مهم جدا في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات كمان بيساعدني في ايه؟ بيساعدني في الانزيمات اللي موجودة في الجسم طيب اعراض نقص هو ليه اعراض نقص؟ ايوة لو انا ما خدتوش بصورته الطبيعية يعمل لي او يسبب لي مرض اسمه البريبري ايه مرض البريبري ده؟ عبارة عن مرض بيكون نتيجة ضمور في العضلات والتهاب شديد في الاعصاب بيجي في الاعصاب وشلل في الارجل، يبقى انا لو ما خدتش الستايمين اللي هو بي 1 ما خدتوش من مصادره يحصل لي ايه؟ يحصل لي مرض اسمه ايه؟ البري بري، اعراضه ايه؟ عندي ضمور في العضلات، التهاب شديد في الاعصاب، كمان شلل في الارجل، كمان عندي من ضمن اعراض نقص الستايمين او بي تضخم في القلب وهبوط وارتشاح في سوائل الجسم ممكن يؤدي الى الوفاة طيب من ضمن احتياجاتي اليومية واحد واربعة من عشرة جرام المفروض عايزة من بي وان لل ده للبالغين والبالغات اللي هي النساء يعني واحد ميلي جرام وكل ما زاد النشاط العضلي بتاع الفرد ذات نفسه كل ما زودت احتياجاتي من الفيتامين طيب امال انا عن طريق ايه؟ يعني اكل ايه؟ اهم عنصر من عناصر الثايمين او بي 1 اللي هو الخميره البيره والخبز البلدي. طيب عندي مصادره فين؟ في الخميره، الخميره البيره اللي احنا بنحطها على العيش دي والخبز البلدي اللي هو العيش البلدي، اللحوم، الطيور، الاسماك، الفول السوداني، اللوبيا، الفاصوليا، الحاجات دي البسله، كل ده الموز، كل ده غني بالثايمين او بي 1، طيب هو انا لو ما كان العيش الابيض او الخبز الابيض اصح ولا الخبز البلدي الخبز البلدي ليه لان لما باجي اطحن الدقيق بيبقى فيه وانخله بيؤدي الى ازاله سواء جنين القمح او الرده دي بيؤدي للازاله بتاعتها فبالتالي العيش الابيض ده ملهوش اي اهميه امال اكل ايه اكل العيش البلدي ليه لان هو غني ببي 1 او الثايمين اللي هي موجوده فين في جنين القمح والرده بعد كده عندي بي 12 اللي هي من ضمن برده مصادر الفيتامين اللي هي قابله للذوبان في الميه بنقول وظيفته ايه دواء عامل مهم جدا في تكوين الاحماض النووية اللي موجودة في الخلايا بيكون كرات الدم الحمراء كمان المعدة بتفرز مادة بتساعد على امتصاصه بي بيساعد او بيفيد في التهابات الاعصاب او علاج الاعصاب الناس اللي عندها التهابات في الاعصاب بتاخد حقن بي 12 اللي هي إيه اللي هي عباره عن حقن حمراء كده فبالتالي بتاخد بي 12 ده عشان تساعد على عدم التهاب الاعصاب عندنا المصادر بتاعته الكبده اللحوم الاسماك وبنقول كمان بيحتاج الفرد منه الى اربعة مايكرو في اليوم بعد كده عندي اعراض نقصه بنقول بيسبب الانيميا الخبيثه اللي بتتصف بفقر الدم مع حدوث تغيرات في نخاع العظام وبيسبب وبتح... تحلل في النخاع الشوكي للفرد او في الحبل الشوكي للفرد وعدم القدرة على التوازن بعد كده عندي فيتامين ج وفيتامين ج مهم جدا 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 وعامل مهم لالتئام الجروح وتكوين الغضاريف والاسنان وده من الحاجات المهمة جدا كمان بيدخل في تركيب كرات الدم الحمراء بيعطي النشاط والحيوية وبيساعد على امتصاص الحديد في الامعاء المصادر بتاع فيتامين سي او ج زي الحاجات الغنيه جدا الطماطم الفلفل الالوان الاحمر والاخضر والحاجات والاصفر البقدونس الجرجير الاناناس الملوخيه الارنبيط دي حاجات مهمه جدا فيتامين سي كمان بنقول ان فيتامين سي من الفيتامينز اللي هي بتكون ليها بتفقد بالحراره بتفقد بالهواء فبالتالي بالتالي لازم نحافظ جدا على فيتامين سي واحنا بنتعامل معاه بطرق الطهي المختلفه كمان بنقول لازم نتعامل معاه بطرق الطهي المختلفه وكده ان شاء الله نكون خلصنا العناصر الغذائيه اتكلمنا على الفيتامين القابل للذوبان في الميه اتكلمنا على الفيتامين القابل للذوبان في الدهون اللي هي كده الكي والاي والدي والاي واتكلمنا على الكربوهيدرات وكيفيه هضمها اتكلمنا عن فوائدها احتياجاتها اليوميه اتكلمنا على البروتينات اتكلمنا على الفيتامينز وبكده ان شاء الله نكون نكون خلصنا العناصر الغذائية مع تمنياتي بالتوفيق وعلى موعد ولقاء قريب بإذن الله منتظر نترككم في رعاية الله وأمنه منتظرين تعليقكم على قناة التعليم الفني على اليوتيوب وأسئلتكم ونتواصل إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته